لم تنتهي معاناة المعلمين والمدرسين في إقليم كردستان المستمرة منذ 4 سنوات بسبب عدم استلام رواتبهم الشهرية بشكل منتظم. لذا فإن مظاهراتهم ووقفاتهم الاحتجاجية والإضراب عن الدوام لم يتوقف هو الآخر. استلمنا ومنذ أكثر من أسبوعين راتب الشهر العاشر من السنة الماضية. بالحقيقة خيبوا آمالنا الحكومة الاتحادية أيضا، لأنه لحد الآن لم يصرفوا الراتب لنا. إذا سقط دراسة عيب على كل المسؤولين، عار على كل المسؤولين وكل القيادين، عار عليهم، يعني لازم يستقيلوا ويقتلوا أنفسهم. المعلمون أعلنوا بأن هذه المظاهرات لن تتوقف حتى تعود رواتبهم إلى سابق عهدها، وقد سرد البعض منهم أحوالهم المعيشية التي تسوء يوما بعد آخر حتى أصبحوا طبقة مسحوقة داخل المجتمع الكردستاني. إحنا مو بشر، ما عندنا أطفال، ما عندنا كرامة، ما عندنا عزة نفس، بالجوع الطفل يعوم في المدرسة، أبوه ما عنده مصرف، يعني أنا صبح لما أقعد أطلع للدوام ما عندي مصرف أنطي لأطفالي، ليش يعني؟ وبسبب المظاهرات والوقفات الاحتجاجية التي صارت جزءاً من حياة الهيئات التدريسية، شكى مواطنون وسائقو السيارات من القطوعات اليومية للشوارع التي باتت تؤثر على أعمالهم وأرزاقهم. الزحام كما ترى على أشده وله تأثير على عملنا، نحن مع ما يطالب به المعلمون، ولكن ينبغي أن يكون بشكل حضاري لا يؤثر على الآخرين. قد حاول كادر الحرة الحصول على رد حكومي لكيفية معالجة أزمة رواتب المعلمين، حيث رد مصدر في وزارة التربية على أن الأمر يخص وزارة المالية التي تذرعت مراراً على أن الحلول عند الحكومة الاتحادية. تصاعد وتيرة الاحتجاجات والتظاهرات في السليمانية من قبل المعلمين والمدرسين دليل واضح على حجم المأساة التي تعيشها هذه الشريحة في ظل أسوأ أزمة اقتصادية تمر بالإقليم. من السليمانية، يوسف المندلاوي، الحرة.